السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشوف موقع وليه تطبيق على الاندرويد وليه تطبيق برضه على الايفون. هو عبارة عن انه بيقدر يعرض لك المشروع في بيضيف ليه بعد الفور دي والفايف دي بالشكل دوت. فكل يوم بيعدي بيبدأ يقول لك التكلفة حتى الآن قد ايه والوقت المستغرق قد ايه، ويبدأ يوريها لك في الفيديو 4D الحاجة وهي بتتبني. طيب تعالى ندخل على الموقع دي. الشاشة بيبدأ يعرض لك كل المعلومات، البروجكت سكوب، monthly progress، الـ area of concern وهكذا. كل واحدة من دول بتدخل عليها بيبدأ يجيب لك السكوب بتاعك وشرح للمشروع. الـ monthly progress بيوريك الـ planned والـ actual. لو فيها مشاكل بيبدأ يديهالك بالألوان بتاعتها. المان باور حس إن مدير المشروع أو صاحب المشروع يبقى عنده المشروع كله. هنا لوحة الديزاين بيبدأ يجيب لك أناليسيس ليها. هنا مثلا البلاند سبميت الأبروف في الالكتريكال في الميكانيكال وهكذا. وتقدر تضيف بيانات الناس اللي شغالة معاك في المشروع. هنا البروجرس المخططات اللي موجودة، الاسكيرف بسلايم مثلا يظهر معايا بالشكل دوت. البيانات فيبدأ يجيب لك الحاجات الخاصة بيه، الريسك الدوكيومنتيشن يبدأ تشوف الحاجات مثلا الخاصة بيه، مرحلة الشوب دروينج، الحاجات الخاصة بيه، الديزاين دروينج. هنا سيموليشن ده انيميشن، يبقى فيه طبعا التواريخ. هنا فيديو ريبورت، صور من الموقع. بحيث ان في اي لحظة ممكن من خلال الموبايل تدخل تشوف كل صور الموقع مرتبة بالتوريق وكل حاجة. دي صور المشروع، ممكن تقول له فيديو ريبورت فتبدأ تشوف صور للمشروع. اللايف كاميرا لو انت مركب كاميرا في الموقع فتقدر تشوف كل الشغل من خلال اللايف كاميرا. ريكورد دي التواريخ لو انت عايز ترجع لأي تاريخ من التواريخ. دي فكرة الداش برو، وده موجود منه زي ما قلنا على الموبايل، بحيث ان انت في اي مكان تقدر تحصل على المعلومات اللي انت عايزها.